يا رب نحبه ونحب صحابتي، فاجعلنا معهم في أعلى عليين، ونجنا من النيران، ونجنا من النيران، ونجنا من النيران، يا أكرم الأكرمين، يا سامع الشكوى، الشكوى، ويا رافع البلوى، ويا رافع البلوى، يا من يرانا ولا نراه، يا من لا تحيطه أرضه وسماه، يا من شرع الدين وسماه وجعله هداية ووقاية ومنهجا للحياة، تتمنى النفوس في الجنة رؤيا، يا من تتمنى النفوس في الجنة رؤيا، يا رب كلما أغوتنا الشياطين وضللنا الطريق وأسرفنا على أنفسنا وفعلنا الزلات وارتكبنا المنكرات، تذكرنا قولك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فيا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب لا تطردنا من رحمتك، أذنبنا وأسرفنا وقصرنا، ولكن رحمتك وسعت كل شيء، وإنا شيء فلا تطردنا من رحمتك آيسين، ولا تردنا من بيتك خائبين، ولا تخرجنا من رمضان صفر اليدين، تغفر الذنوب جميعا، يا من تغفر الذنوب جميعا، حملنا ثقيل وذنبنا كبير وعملنا صغير وعمرنا قصير، ولكن يا ربنا رجاؤنا فيك كبير، ارحمنا رجاؤنا يا رب أن تعتقنا، رجاؤنا يا رب أن تقبلنا، رجاؤنا يا رب أن تغفر لنا، رجاؤنا يا رب أن تغفر لنا، رجاؤنا فيك يا واسع الرحمن السيئات، ويا مجيب الدعوات، ويا واسع الرحمات، يا الله يا الله يا الله، هذه دموع بكت من خشيتك وقلوب ترجو رحمتك، وقلوب
بنت أرجو رحمتك وأكفاً مرفوعةً لك وليس لسواك، نرجو رضاك عفوك ورضاك عفوك ورضاك عفوك ورضاك. يا رب إن طال وقوفنا بين يديك فقد طال بعدنا عنك، ولكننا الآن نفر منك إليك نفر منك إليك. فانظر إلى كل من في هذا المسجد نظرة رضا، انظر إلينا نظرة رضا، فإنك من نظرت إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا. نتوسل إليك بالدعاء ونتضرع إليك بالبكاء، يا رب خذ بأيدينا إليك، يا رب خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، أخذ الكرام عليك، أخرجنا من مسجدنا الليلة وصحائفنا بيضاء وقلوبنا بيضاء. يا مجيب الدعاء يا رب إن أصررنا على ذنب أو معصية فأنت القائل وخلق الإنسان ضعيفا، فيا قوي يا الله، يا متين يا الله، يا معين يا الله، يا معين يا الله، أعنا على الطاعة، أعنا على الطاعة، واجعلنا طائعين خاشعين داعين في كل ساعة، ارزقنا خشوعاً في صلاتنا وإخلاصاً في أعمالنا وطهارة في قلوبنا وحفظاً لفروجنا وحفظاً لفروجنا وغضاً عن الحرام في أبصارنا وقوة في أبداننا وقوة في أبداننا وسعة وبركة في أرزاقنا وسعة وبركة في أرزاقنا وهداية لأولادنا وشبابنا وبناتنا وطهارة وعفة وحياء لشبابنا وبناتنا وصحة وبركة وطول عمر لآبائنا وأمهاتنا وزدنا علما وتقى وهدى وإيمانا لنا ولمشايخنا وعلمائنا، واستجب يا ربي كل من دعاك منا ومن أهلنا ومن المسلمين والمسلمات. يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلى، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.